الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نحيي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. إنه لشرف عظيم لنا نحن أعيان ومشايخ ليبيا أن نقابلكم ونجتمع معكم على أرض مصر الكنانة الطاهرة في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة والخطيرة التي تمر بها بلادنا الحبيبة، لتعود بنا الذاكرة إلى اجتماع قبل الاستقلال التي احتضنته مصر في ذلك الوقت لتأسيس الجيش الليبي الذي لا يزال يقارع الإرهاب والاحتلال التركي الطامع في خيرات بلادنا، والحالم بعودة الدولة العثمانية التي لم تنال منها بلداننا إلا الجهل والتخلف والخذلان. وإنه لا يخفى عنكم حجم الإنجازات والتضحيات لحماية ليبيا. أقف هنا وأؤكد أن قبائل التبو المتمثلة في مجلس الأعلى للمشايخ وعيان قبائل التبو هو جزء من الشعب الليبي، وهو كيان اجتماعي يمثله سياسيا البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، وقيادة الجيش بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر. وإن المقام لا يسعى لذكر ما قامت به مصر شعبا وحكومة ورئيس لدعم الشعب الليبي والدفاع عنه، وكذلك كل الدول العربية والإسلامية، فمصر هي قلب النابض والدرع الواقي للأمة العربية والإسلامية. ونؤكد دعمنا ومباركتنا للمبادرة المصرية وإعلان القاهرة ومبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح المستشار عقيلة صالح لتشكيل مجلس رئاسي جديد يتضمن رحيل المحتل وإيقاف الحرب وإعطاء فرصة للحوار بين الأشقاء الليبيين للوصول إلى كلمة سواء بيننا. وفي الختام ننقل لك تحياتي، تحيات كل واحترام كل أطياف الشعب الليبي عامة ومشايخ التبو خاصة، وحفظ الله مصر ليبيا ومصر شعب واحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا الشيخ علي محمد بركة باوي رئيس المجلس الأعلى لقبيلة التبو، شكرا جزيلا لك.